مسعود من الشارقة بارك الله فيه يقول يعني بعض الناس إذا اشترى عقار أو سيارة يقوم بذبح ذبيحة ويوزعها على الفقراء، ما حكم ذلك؟ أخوي مسعود بارك الله فيه، طبعا بالنسبة للإنسان إذا أنعم الله عليه بعقار، أنعم الله عليه بسيارة، أن يشكر الله عز وجل، ذلك أن الفضل لله. قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. قال الله جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان يفرح بنعمة الله ويشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده ويتحدث بنعمه. قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. المسألة الأخرى قضية ذبح ذبيحة عند شراء عقار أو عند دخول بيت أو عند شراء سيارة، هذا حقيقة ذريعة خطيرة جدا إلى الشرك بالله عز وجل، ذلك أن إراقة الدماء المسألة فيها خطورة، لأن فيها مشاكلة ومشابهة لما كان عليه المشركون من تقريب من التقرب بالقرابين من خلال مثل هذه الأشياء. ولذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رغم ما كان يمن الله عز وجل عليهم من الانتصارات والفتوحات والخيرات وكذا، أنهم يذبحون ويريقون الدماء لله عز وجل في مثل هذه الحالة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حسم هذا الأمر وسده، خاصة مسألة إراقة الدم. ولذلك الإنسان إذا أحب فعلا وكان صادق، شوف كان صادق يقول والله أريد أن أشكر الله عز وجل، يطلع قيمة الذبيحة، كم قيمتها؟ 1000 ريال، 1000 درهم، يعطيها فقير، يقول تفضل هذه صدقة، صدق يتصدق شكرا لله عز وجل. لكن بعض الناس ما يفعل هذا، يقول لا أريد أن أذبح. لماذا؟ لأن في شيء في نفسه، في شيء في نفسه يقول لك الذبيحة تطرد العين، تطرد الحسد، تمنع الجن. هنا المشكلة، هنا المشكلة والخطورة. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس الآن يذبح الذبيحة ويروح يلطخ الدم السيارة أو يلطخ على البيت أو يريقها عند السيارة عند عجلات السيارة أو يريقها عند عتبات البيت، بل بعضهم وللأسف، وهذه من الكوارث المصائب، وأثناء البناء مراحل البناء كل مرحلة يذبح ذبيحة، هذه للجن، هذا شرك بالله عز وجل. حتى لو قال والله هذه لا 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 هذه شكر لله، يكذبون ويتحايلون. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يحذروا من الشرك وذرائعه ووسائله وطرقه وأسبابه، لأن الشرك لا يغفر الله عز وجل.